الاهتمام الاعلامي والصحفي بالمباريات بمواجهه الاهلي مع الوداد هنقولها لكم سريعا ونشوف تعليق المهندس عدلي عليها. الاهلي ايام التحدي موسيماني للاعبين لا اخشى النقص في لقاء الوداد واراهن على الجوكر. الجوكر طبعا اللاعب اللي هيقدر يلعب له في كذا مركز يمكن عنده هو الميزه ديت. ثلاث اربع لعيبه تقدر تعمل الكلام ده. فدي اللي بيحل بيهم المشكله في غياب العدد الكبير من اللعيبه. الاهلي يخطط لصدمه الوداد. موسيماني يطالب الفريق بالفوز في المغرب واللاعبون يعيدون بسيناريو 2016. موسيماني يشهر سيفه في مطار المغرب. المدير الفني يؤكد الاهلي جاء من اجل الفوز على الوداد. جاموندي المدير الفني الارجنتيني للوداد بيرد فريق جاهز لموقعة السبت ولدينا خبرة كبيرة في افريقيا. ايضا موسيماني يفرض السرية على تدريبات الاهلي والمدير الفني يطالب بالابتعاد عن السوشيال ميديا. لو نجح في هذا يبقى كتر خيره. لو نجح في هذا يبقى كتر خيره. طيب بمناسبة السوشيال ميديا ومن خلال ملك وكتابة. انت كمشجع اهلاوي عايز تقول للعيبة الاهلي. عايز تحفز لعيبة الاهلي ازاي؟ عايز تعبر عن رأيك في المباراة ازاي؟ خدمة منا في هذه المباراة المهمة من خلال ملك وكتابة. تقدروا حضراتكم تدخلوا على صفحة قناة الأهلي على السوشيال ميديا سواء في الفيسبوك أو على تويتر، اكتب رسالتك المختصرة للاعيبة الأهلي وهتشوف رسالتك على شاشة قناة الأهلي بعد قليل تباعا في تفاعل مهم جدا بين جماهير الأهلي مع نجوم الأهلي في هذه المباراة الكبيرة والمهمة. قول رسالتك للاعيبة الأهلي. أيضا معنويات مرتفعة. الأهلي مرتاح في المغرب وموسيماني يجهز أوراقه للوداد. تركيز وشحن في فندق الأحمر. الأهلي يشدد على الشروط الاحترازية ودي نقطة مهمة جدا وموسيماني يجهز خطة هجومية. الشروط الاحترازية أنتوا عارفين بسبب فيروس كورونا ربنا يحفظنا جميعا الجانب المغربي ومسؤوله وزارة الصحة في المغرب أنت مش هتدخل من مطار كازابلانكا إلا لما يتم التحليل وأخذ المسحة والتأكد من السلامة الصحية. هو عملنا مسحة قبل السفر ومسحة بعد الوصول فعملها في المطار يعني أنت ما تختملكش دخول إلا بعد التأكد من السلامة. والحمد لله بعثة الأهلي وبعثة الزمالك وبعثة بيراميدز اللي لحقت أيضا بيهم النهاردة كل البعثات المصرية الثلاثة صدفة غريبة قوي ثلاث فرق مغرب في المغرب. قبل مواجهة الوداد المرتقبة الأهلي بقوته الضاربة في المغرب الصفوف اكتملت بمشاركة معلول وجيرالدو الاثنين كانوا مع منتخب بلديهما. موسيماني يستقر اليوم على تشكيل الأهلي أمام الوداد. المدير الفني يدرس تأمين وسط الملعب بثلاثة لاعبين أيمن أشرف وياسر إبراهيم في قلب الدفاع. مروان يقترب من قيادة الهجوم على حساب اليوباجي. يعني بس أنا عايز أقول ديفندر ده محتملة. هو مين قال الكلام ده؟ يعني هو احنا بنتطوع ندي معلومات عن نفسنا للفريق المنافس؟ يعني هو مين هو في معقوله مدرب هيطلع يقول لك انا هعمل وفلان وفلان وفلان؟ يعني عايزين نبطل يعني طريقه ان احنا الايحاء بالعلم بباطن الامور في حاجات مش منطقيه. لا يمكن راجل يفرض السريه على التدريب.